الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم الخيرات وأن يوالي عليكم الفضائل والمبرات وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. وبعد، فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة كتاب الجنائز من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فلعلنا نستمع لبعض الأحاديث، لعل الله عز وجل أن ينيلنا الأجر وأن يعظم لنا الثواب وأن يرضى عنا. فلنستمع للأحاديث من القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت الأرض بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية الاجتماع لتشييع الجنائز، ولذا قال علي رضي الله عنه: كنا في جنازة. وبقيع الغرقد، الغرقد نوع من أنواع الشجر، هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخبر بمن وراءه من اليهود في آخر الزمان. والبقيع المكان المنخفض الذي ينقع فيه الماء ويكون بمثابة البقع وينبت فيه الشجر، وكان الناس يقبرون في ذلك الموطن، ولا زال البقيع موطنا لقبر الموتى، إلا أنه مع تقادم الأعصار أصبحوا يجعلون القبور فوق القبور، ولذلك نشاهد أن البقيع مرتفعة عما حولها من الأراضي بسبب كثرة من دفن فيها فيما مضى. وفي الحديث جواز الجلوس عند المقبرة في انتظار الجنائز أن ينهى دفنها. قد ورد في الحديث النهي أن يجلس الإنسان حتى تقدم الجنازة. وفي الحديث الاجتماع في الجلوس عند المقابر إذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب. وفي الحديث استخدام المخصرة بحيث يجعل نوعا من العصا معه يستعملها. وفي الحديث النكت على الأرض. والمخصرة نوع من أنواع الأخشاب يستخدمونه في عدد من حوائجهم، مثل استقبال في القبلة ونحو ذلك. وفي الحديث
جواز أن ينكث الإنسان الأرض بما معه من عود ونحوه. وفي الحديث جريان قدر الله على جميع الوقائع، وأنه ما من واقعة إلا وهي ضمن قدر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. واستدل بالحديث على جواز إلقاء الموعظة اليسيرة في المقبرة إذا لم يكن ذلك على جهة الترتيب الدائم، وكان هذا على جهة فعله بغير ترتيب. وفي الحديث بيان أن كل إنسان يعد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. وفي الحديث سبق قدر الله عز وجل على الإنسان، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي الحديث من الفوائد أنه لا يصح من العقلاء أن يتركوا العمل بدعوى الاستناد على القدر، فإنه كما لا يرضاه عاقل في نفسه فكذا لا يرضاه الشارع. فلو أخذ مالك إنسان وقال: إنما أخذته بقدر، لم تقبل منه ذلك، ولطالبته بإرجاع مالك. ولو ضربك إنسان وقال: إنما ضربتك بقدر الله، لم تقنع منه بمثل ذلك. ولذا لما جيء بالسارق إلى عمر رضي الله عنه وقال: لما سرقت؟ قال: سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونقطع يدك بقدر الله. ولا شك أن العقلاء يعلمون أن أقدار الله قد جعل الله لها أسبابا، وهذه الأسباب مخلوقة لله، ولكن للعبد فيها فعل وإرادة، فيجتمع الأمران: فعل العبد وقدر الله جل وعلا. ومن أعظم ما يشكل على الناس في هذا الباب أن يقيسوا قدرة الله على قدرهم، يظنون أنه ما دام الإنسان عاجزاً عن تسيير إرادة الآخرين ظنوا أن الله كذلك. وقد قال تعالى: وما يشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت لنفسه مشيئة، وأثبت أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد أن الناس لا يتركون العمل بالأسباب، بمآكلهم ومشاربهم ومكاسبهم وسائر أمورهم. وقد نسب الله جل وعلا الأفعال إلى العباد، كما قال: جزاء بما كانوا يعملون. فنسب العمل والفعل للعبد، مما يدلك على أن أفعال الناس منسوبة إليهم. وبالتالي نفرق بين هذين الأمرين: القدر وفعل المخلوق. نفرق بين الأمرين: القدر منسوب إلى الله، والفعل المنسوب إلى العبد. ومن هنا نعلم ضلال طائفتين: الأولى المعتزلة الذين نفوا القدر وقالوا بأن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، فأثبتوا للعبد الفعل والخلق. وكذلك ممن يقابل هؤلاء الأشاعرة الذين نفوا عن العبد الفعل، فقالوا بأن الخلق والفعل لله عز وجل. توسط أهل السنة في هذا الباب فقالوا بأن الخلق لله والفعل للعبد،
وبذلك تجتمع النصوص الواردة في هذا الباب. ومن الأمور التي يشار إليها أن أقدار الله لها أسباب تعود للعباد، فالله خلق السبب وخلق الأثر، والعبد فعل السبب فظهر له الأثر. ولذا قال جل وعلا: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى، وهذا فعل للعبد نسبه للعبد، واتقى، وهذا فعل للعبد، وصدق بالحسنى، فهذا فعل للعبد، فسنيسره لليسرى، وهذا قدر من الله جل وعلا نتج من السبب الذي هو من فعل العبد. ففعل العبد داخل في القدر. وهكذا في قوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. بالتالي نعلم أن بعض الأسباب قد لا يقدر الله وقوع نتائجها وآثارها بعدها، وهذا إليه سبحانه وتعالى. مرة بوجود موانع، ومرة بانتفاء شروط، ومرة بوجود خوارق، بوجود خوارق. ولذا مثلا من وضع على بدنه مادة تجنبه الاحتراق لم يحترق لو وضع في النار لوجود المانع. وهكذا إبراهيم لما ألقي في النار لم يحترق، لماذا؟ لوجود الخارق الذي جعله الله في تلك النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا خلاصة هذا الباب الذي وقع فيه العديد ولم يصيبوا في هذا الباب. نعم. حسن الله إليكم. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فكان من أصحاب الشجرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نفسه بحديدة في الدنيا عذب به في نار جهنم. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. في الحديث مشروعية بيعة الإمام في النوائب العامة، في الحديث فضل أهل بيعة الرضوان، ومنهم ثابت بن قيس رضي الله عنه، وفي الحديث تحريم اليمين على غير ملة الإسلام بأن ينسب نفسه إلى ملة غير الإسلام إن لم يكن ما يخبر به أو ما يعد به. وفي الحديث أن من نذر شيئا لا يملكه لم يلزمه. وهل تجب عليه كفارة يمين حينئذ أو لا تجب؟ موطن خلاف، والأكثر على وجوب كفارة اليمين في هذه الحال. ولكن لو كان الإنسان قد نذر ما لا يملك لكنه في استطاعته أن يملك، فالجمهور على وجوب وفائه بهذا النذر، وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، كمن نذر مثلا أن يتصدق بصاع تمر وهو لا يملك تمرا لكنه يقدر على ملكه، مشهور من مذهب الأئمة الأربعة أنه يلزمه. وأن قول في الحديث فيما لا يملك أي فيما لا يتمكن من ملكه. وفي الحديث تحريم قتل الإنسان لنفسه، وظاهر الحديث اختصاصه بالحديدة،
وإن كان في بعض روايات الحديث من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم. وفي الحديث احتراز الإنسان فيما يستعمله من الأدوات والآلات لئلا تعود عليه بما يزهق نفسه. وفي الحديث أيضا تحريم لعن الآخرين وأنه من كبائر الذنوب بقوله من لعن مؤمنا فهو كقتله، ما يدلك على تأكيد الشريعة في النهي عن السباب والتلاعن. وفي الحديث تحريم نسبة الآخرين إلى الكفر بدون البينة الشرعية وبدون العلم بوجود الشروط وانتفاء الموانع. ظاهر الحديث أن ذلك من كبائر الذنوب، ولذا قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل به جراح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات فقتل نفسه، فقال الله بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. قوله فما رقى الدم أي ما توقف. وفي الحديث الاستدلال بما وقع في الأمم السابقة، أخذ منه أن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي الحديث تأكيد التحريم على قتل الإنسان نفسه. وفي الحديث أن من مل من الحياة وسأم منها لا يجوز له أن يسعى للخروج منها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. في الحديث تحريم قتل الإنسان لنفسه، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الذنب الذي يتوعد عليه بالنار يعد من الكبائر. في الحديث تحريم هذه الأنواع من القتل، واستدل به على أن هذه الأنواع من القتل من موجبات القصاص، وهي الخنق والطعن والتردي من الجبل وإسقاء الآخرين السم، والقتل بواسطة الحديدة. وفي الحديث دلالة على رد مذهب الحنفية في قولهم بأن القصاص لا يثبت عند القتل بالمثقل، وأن الصواب إثبات القصاص عند وجود القتل بأي آلة تقتل غالبا. ثابكم الله. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت،
لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. في الحديث إثبات نسخ الأحكام وأنه قد ينسخ بعضها بعضا. في الحديث نسخ السنة بواسطة القرآن، فإن الفعل النبوي سنة قد تم نسخه بالآية القرآنية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في الحديث مشروعية صلاة الجنازة على الموتى، وفي الحديث جواز التبسم إذا وجد له سبب، كما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تكرار النصيحة وإعادتها على الشخص، وفي الحديث إثبات حجية مفهوم العدد، فإنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، فكأنه فهم ما زاد على ذلك لا يدخل في هذا الحكم. ثم إنه قال في أول الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ففهم منه النبي صلى الله عليه وسلم التخيير، في هذا دلالة على أن أو تقع للتخيير، بينما قال آخرون أو هنا للتسوية، فسواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وفي الحديث من الفوائد جرأة عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وسعيه إلى ما يرى أنه موافق للنص. في الحديث رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالعباد. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. في الحديث مشروعية تشيع الجنائز، في الحديث ذكر محاسن الموتى، استحباب إشاعة هذه المحاسن من أجل أن يقتدى بهم في الخير. استدل جماعة بهذا الخبر على أنه قد يحكم على بعض الأشخاص بالجنة والنار لقوله: وجبت وجبت. وآخرون قالوا بأنه وجب الثناء، وجبت الحالة الحسنة، وليس المراد به بيان حاله وطريقته. وفي الحديث من الفوائد أن من كرر الناس عليه كلمة السوء والشر فينبغي أن يحذر بنفسه. وفي الحديث من الفوائد استفصال الإنسان عن الكلمة التي يسمعها لم يعرف المراد منها، ولذا قال لهم: قلتم لهذا وجبت ولهذا وجبت. وفي الحديث من الفوائد تكرار الثناء والكلام في محاسن الموتى. وفي الحديث مكانة شهادة أهل الإيمان لغيرهم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت.
ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت، فقال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. أبو الأسود دؤلي قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، الذي يظهر أن هذا المرض ليس مرضا معديا ولا وباء، إنه قدم عليهم وسمح له بدخول المدينة، وقال آخرون بل الظاهر أنه وباء، وأن أبا الأسود توكل على الله في بقائه عندهم. وفي الحديث أن الأمراض المنتشرة تكون سببا لموت الطوائف الكثيرة. وفي الحديث من الفوائد ذكر محاسن الميت وأعماله الخيرة، ولذا قال أثنوا على صاحبها خيرا، والثناء تكرير الكلام بعد الكلام. وفي الحديث إثبات شهادة أهل الإيمان على المقبور، الجمهور على أنه إلى 8 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبور أهل بدر بعد هذه المدة. وفي الحديث إثبات شهادة القوم، وإثبات القاعدة لأن المؤمنين شهداء الله في أرضه. بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاك الله خيرا، استعملك الله في طاعته، لعلنا نقف على هذا المقدار. ما نسأله جل وعلا أن يصلح الأحوال وأن يرد الخلق إلى دين الله ردا حميدا، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفق ولاة أقاليمها، وما نسأله جل وعلا أن يدر عليهم في أرزاقهم ويرفع لهم في درجاتهم. نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، أن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.